هقول لحضرتك، هو احنا كنا خاطبنا البنك المركزي قبل كده، كان حصل طفره كبيره جدا بعد رفع الدولار واجراءات البنك المركزي بتاعت ال سي، وجاء الناس اشتكت ان في اسعار زادت جدا في السوق، فجمعت التجار كلهم او يعني من يمثلهم في النقابه وقعدت معاهم واشوف ايه مشاكلكم. قالوا لي احد المشاكل الموطنيه، فبعت خطاب يومها لوزاره الماليه وقابلت نائب وزير الماليه، قال لي لا الموضوع ده مش مخطئ، احنا مش مختصين بيه، ده البنك المركزي. فارسلت خطاب للبنك المركزي لمحافظه البنك المركزي، وعملت يعني لوبي زي ما تقول كده من اعضاء لجنه الصحه في مجلس الشعب، كان اعضاء تاني في مجلس الشعب، وبصراحه البنك المركزي استجاب خلال يعني اسبوع. هايل. قلت له يعني انت حاليا سامحين للدواء والاغذيه، طب ما هو المريض اللي رايح يتعالج عشان ياخد دواء لازم الاول يتعالج فيه، محتاج مستلزمات واجهزه طبيه. طبعا بصراحه محافظ البنك المركزي استجاب ولغى ال ال سي من على، ما بقاش فيه اعتماد بقى السنه دي فقط، لكن بقيت المشكله اللي هي تدبير العمله. يعني تدبير العمله هو المشكله، وده اللي مأثر على الشحنتين البنج او الاثنين كونتينر اللي هم جايين من بره، فده مأثر على الازمه حاليا.